استني يا شربايه هفهمك. ست شربايه استني يا ست شربايه بس هفهمك. انا حاسه بيكي. انت مهما حسيتي مش هتعرفي ايه الجمهورية. طب هقول لك، انا هبعد عنك، هخليه يطلقني وابعد عنك. طلقك ايه؟ ما خلاص. يا ناري صوتي، يا ناري صوتي. طب خلاص والله والله اللي يرضيكي. طيب اللي يرضيني؟ اللي يرضيني ايه؟ انت اللي كان بيسرقني. لا عشان يسرقك. لا لا والله لا. انت عمته العيانه اللي كان بيسيبني قاعده طول الليل مستنيه على كرسي واحد علشان يجي لك. انت اللي خلفتي له عشان انا لا كبرت وما اقدرش. عندك كم سنة يا بنت؟ متقوليش. عشان السنين اللي انت عشتيها معايا كتير قوي من عمري. فين ابنك؟ لا مش هنا. ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك، ابعدي عن ابني، ابوس ايدك، اعملي فيا اللي انت عايزاه بس بلاش ابني. والنبي والنبي فين ابنك يا بنت؟ هو مش هنا والله بعيد خالص، والله بعيد. ابوس ايدك، ابوس ايدك، تعالي هنا، ابوس ايدك. تليفون فاصل. فاصل. أبو الخير. وفاء انجدنا يا دياب. يا دياب الحقنا يا دياب. يا دياب الحقنا يا دياب. انجدنا يا دياب. مالكم فيها ايه؟ اللي عمل فيكم كده؟ البخايتة. مكرم كبير البخايتة وكبيرهم. انتوا هتلقطوني بالكلام؟ ما تقولوا فيها ايه؟ اليوم تخين عيل من عيالهم ووقع قدام العمدة للاياها يا دياب. من ساعتها هم ولا على حامي ولا على بارد. هم بيعسوا علينا من وقت لحد يومين واحنا قاعدين في قهوة زولة وبناخد السكرتين زي كل يوم. هجموا علينا وخطفونا. فضل يضربوا فينا يا دياب. انا من كتر الضرب وشي طبق يا دياب. خد شريط. مش كان معاكم؟ اخويا شريطي عندهم. هو دلوقتي ما بين الحياه والموت. احنا سيبناه وهو بيتنفس اخر انفاسه يا عالم. تنفسها ولا ما تنفسهاش ولا مات؟ كويس انكوا هربتوا يا دياب. يا بركز، ابوس ايدك بقول لك اخويا بيموت هناك. احنا ما هربناش، هم سابونا بمزاجهم عشان نيجي ونبلغك. تبلغوني بقى. هيقتلوك يا دياب، هيقتلوك يا دياب لو ما دفعتش دية الراجل بتاعهم. ومش كده وبس، لا دول عايزينك تسيب سوق التل كله عشان يبقى ليهم يا دياب. ركز يا دياب، هيقتلوك. دول الظهر اتجننوا. بقولك هيقتلوك يا دياب، هيقتلوك وهيقتلونا.
لقد شاهدنا الآن الدليل القاطع والبرهان الساطع على الجريمة الآثمة التي ارتكبها المتهم متجردا من أي إنسانية ومتوحشا بلا ضمير وقاصدا عامدا دون ذرة تردد. يا جبار يا منتخب، انتقم لعبدك الضعيف يا رب، انتقم لي يا رب، انتقم لي يا جبار. وبعدين يا عتمان اقعد. يابا يابا الحقني يابا يا دياب، يابا يابا الحقني يابا يابا. سليمان اطلع بره بسرعة، مستنيك قدام البيت. ابن حلال امك ده عيالك كانت واقفة على نفر، هيتحركوا معاك 9 شبان زي حالاتك، ومن نواحينا هيتحركوا على الصحراء، من الصحراء على الحدود على ليبيا، من هناك هيستلموك الرجالة بتوعنا ومن كل البحر. ايوه بس انت فاجئتني بحاجة زي كده، أنا الحكم في قضية أختي خلاص، ولازم أكون جنب أبويا وأمي في حاجة زي كده. وأنت يعني عامل لهم إيه؟ ولا حتى وجودك فارق فيا في الحكم؟ بقول لك إيه؟ سامر إذا كان هياخد إعدام أو حتى مش هياخد، أنت وجودك مش هيفرق في حاجة. أكون سند لأبويا يا أستاذ منصور. من اللي فاهمه إنك عايز تسنده بالصف المعطالي، تكسب لك قرشين وتجمع فلوس تقف جنبه بدل الحل المهبب ده. حتى الان ده لا دين ضلم يا استاذ منصور، يعني حتى ما معيش الفلوس اللي تصفرني. اسمع يا سمان، تحفيت ورايا عشان اصفرك، تحيلت وتوسلت، بس لما شفتك قدام داري تايه وضايع، بقى تصوت وتصرخ وتقول انا عايز اهج صفروني، صعبت عليا، قلت هدجك فعلا. لو سافرت هدفع لك مصاريفك كلها، لما توصل هناك وتشتغل يبقى لي النص من اللي بتكسبه لحد ما تسدد اللي عليك. طب ما تستنى سيئة عليك النبي لحد بعد النطق بالحكم. اسمع يا اخويا، أنا سافر ومش راجع، لو أنت عايز تقعد اقعد، عقلك في راسك تعرف خلاصك، أنا قلت اللي عندي، والحياة ابن الحلال اختيارات. تشاو. جيتك وأنا متأكد من طاري ونفسي أخده، بس الشديد لأقوى مني منعني. ومنعك ليه كفى الله الشر؟ الشديد اللي مشغلني ومشغلك الأكبر مني ومنيك ومن أبوك. أنا مفيش حد أكبر مني. أسرع يا دياب، تقتلت راجل منينة من بخايتي وقصاده أخيرك. وتخيرني به إن شاء الله، أنا كلامك مش لدد علي. تدفع دية القتيل اللي أنا حددها، أو تخلع خالص من تجارة المخدرات في التل كله انت وابوك، وتسيبها لنا ندورها بمعرفتنا، وبكده يبقى يا دار ما دخلك شر. هو كده هيبقى فيه دار اصلا؟ اسمع يا مكرم، انا دياب درغام دهيشة، اكبر عيلة في التل الدهيشة، والدهيشة ما بيتهددوش، والدهيشة ما يسيبوش تجارتهم، وانا كبير الدهيشة بعد ابويا، بقولها لك بالفم المليان، لا في هدية ولا هنسيب تجارتنا، واعلى مفخلك اركب. مستعجل ليه يا دياب؟ لسه قدامك وقت تفكر، بعدها روحك هتبقى تحت رحمتي يا ابن الدهيشة. Thank you.
سليمان راح فين؟ تبعت لي مية معك عشان عطشان. مسلمات مسلمات بقولك أخي دار تقول صوت وصل الفجر معايا؟ أيوة أيوة هو ما هو خلاص. طيب يلا قومي. يلا يا اخوان تووت في الجوة يلا مش بنتهوح. اللي حافظ حاجة يقولها. معوذتين ياسين عايزين ربنا يستر علينا. وبعدين احنا اتأخرنا كتير يا أستاذ منصور، في حد تاني جاي ونتكل على الله.